هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الحمد لله، بعد تنشكروا السي الحداوي انه تيتفكر كاع الناس اللي داروا انجازات على الصعيد الرياضي في يعني الصعيد الوطني والدولي، وحنا تنكونوا ممتنين. وداكشي علاش حضرنا حنا ومجموعه من اللاعبين اللي خداو القاب في البطوله ولا حتى في الدوريات الدوليه. بالنسبه للقب ديالنا الثالث على التوالي، هذاك تيبقى مفخره ونتيجه للعمل الدؤوب اللي تنقوموا به على صعيد هذا المنتخب الوطني اللي تنظن انه يستحق الرياده عربيا وافريقيا، ونحن دائما نطمح للمزيد. مهم اللي تخدم بضميرك مرتاح، كتعرف ان الله ما غاديش يضيعنا. الا نجحنا في هذاك بفضل الله، ولا ما كانش راه ربي فيها غادي تكون فيها الخير ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.